تعالوا بقى نعمل السمبوسك. عشان نعمل السمبوسك هحتاج سبانخ ودي فروزن، فانا عصرها كويس جدا، جبنه موتزاريلا وبصل وثوم، ملح وفلفل وسماء، زيت زيتون، والسمبوسك والزيت للقلي. انا مجهزه شويه محشيين فهحطهم في الزيت لاني مسخنه الزيت كويس قوي علشان نكسب وقت. احنا هنا السمبوسك بيستوي، في الوقت ده هنعمل بقى احنا حشوه السمبوسك اللي احنا هنشتغل منها. فهنحط هنا معلقه زيت بسيطه جدا، ثوم مفروم، بصل مفروم، سماء، ملح، فلفل اسود، يدوبك يطرى، مش عايزين اي حاجه هنا تتشوح زياده عن اللزوم. ونزل السبانخ ونزل الجبنة بعدها على طول. بنرفع الحشوة من على النار، بنضيف ليها الجبنة، بنستنى لما تبرد الأول، تبرد الأول، وبعدين بنجيب السمبوسك. لازم يكون متغطي عشان بينشف بسرعة جدا، ولو نشف هيتقطع. بناخد العجينة بتاعت السمبوسك اللي بنجيبها من السوبر ماركت او من الناس بتوع اللي بيعملوا سمبوسك طازه يعني، وبعدين بعمل ادي اول واحده، وبعدين كده، وبعدين العكس كده، وبعدين كده، وبعدين كده، وبعدين كده، وهكذا. بعد ما بخلصهم خالص ممكن لو حبيتوا تدخلوا السمبوسك الفريزر وتطلعوه على القلي بعد كده تخزنوه، ممكن جدا، وبنقليه مجمد ما بنستناهوش يفك. شايفين؟ طبعا السمبوسك ده تقدروا تعملوه بمسحة زيت في الفرن بنفس المقادير بنفس كل حاجة، او في القلاية الهوائية، وتدوله زي ما قلت امبارح تجيبوا بخاخة تكون جديدة ونظيفة وتغسلوها وتنشفوها وتحطوا فيها نوع الزيت اللي انتوا بتحبوه، سواء كان ذرة او عباد او زيت زيتون، وبعد كده بخة خفيفة جدا ونشغل الايه القلاية الهوائية. وخلوا بالكم ان احنا بنطلعها وندخلها نشيك على الحاجة اللي جواها عادي خالص، ما فيهاش اي مشكلة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.